بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنعيش هذه الأيام هذه الأجواء ديال عاشوراء، وعاشوراء معنا 10 محرم، النهار العاشر من شهر محرم الحرام اللي هو من الشهور العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في الصيام ديالو، والصيام ديالو قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تيغفر الله به الذنوب ديال العام اللي فات، ماشي الذنوب كاع كلها، الذنوب الصغائر. وفي هذا الصيام هذا هو غادي يدوز الصيام اللي هو دابا في المغرب عندنا نهار الحد غدا غادي يدوز، ولكن الناس غادي يصوموا غادي يفطروا غادي ياكلوا الفاكهه ودوز. لا، اش من عباره اللي خصنا ناخذوا؟ لان سيدي ربي سبحانه وتعالى قال لنا فاعتبروا يا اولي الابصار، فلهذا خصنا ناخذوا عبار من هذا الشيء هذا باش يبقى في الحياه ديالنا ويكون محفز لنا، يكون واحد ديمارور غادي ينوضنا وغادي ينهضنا وغادي يغير لنا الحاله ديالنا والفكر ديالنا والقلوب ديالنا. فلهذا هذا الصيام هذا اللي صام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال راه سيدنا موسى خويا وانا احق بصيامه منكم اليهود، هذا الصيام هذا تعتبر استبشار وانذار. استبشار وفرح بالنجاة ديال سيدنا نبي الله سيدنا موسى عليه السلام من فرعون الطاغية، وفرح بانتصار الحق على الباطل. شحال ما كان طاغي داك الباطل راه الحق غادي ينتصر طال الزمان ولا قصر، هذه سنة الله عز وجل في الأرض. وفرح بانتصار المستضعفين اللي تمثل لهم سيدنا موسى عليه السلام واللي معاه من بني إسرائيل من هذوك اللي آمنوا معاه على الطغاة المتجبرين بقيادة فرعون والجنود ديالو. وإنذار لكل جبار متكبر لا يؤمن بالله وتذكر القدرة ديال الله المطلقة في كونه سبحانه وتعالى قد باش غادي ينصر المستضعفين في كل زمان ومكان. والذكرى تتجدد، والسنة ديال الله عز وجل ماضية في كل زمان ومكان. تيجي كل عام هذا الشهر هذا وتيجي هذا النهار هذا وتنشوفوا المستضعفين وتنشوفوا الخشلاع ديال المسلمين، مليار و700 مليون ديال المسلمين ولكن خشلاع كغثاء السيل كما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تيجي دائما تجي هذا الشيء باش يتجدد وما يوقعناش الياس. وهذا نموذج غادي نسوقوه من هذوك اللي استفدوا واعتبروا. هذا عالم من العلماء ديال المسلمين جا لمصر وزار الاهرامات، وفي الزيار ديالو للاهرامات شاف داك الجسد ديال فرعون، الجسد ديال فرعون اللي كان عايش مع سيدنا موسى عليه السلام، حيت عاقب الله الجنود ديال فرعون وغرقهم كلهم هو خلاه الجسد ديالو، وغادي يبقى الجسد ديالو حتى تقوم الساعه. ومن الحكمه الربانيه انه تقاس بواحد الفيروس صغير فاذا به الدول الغربيه ديال العالم تطلب باش غادي تمشي تعالج هذاك الشيء باش تستجب لامر الله اللي قال سيد ربي سبحانه وتعالى في سوره يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من المتجبرين من الطغاة من المنكرين لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. هذه وحدها كافيه باش تجعل الناس يقولوا سيدي ربي على كل شيء قدير. ولكن اللي توصل له الله البصيره راه واخا تشعل ليه الضوء والبروجيكتور راه ما تيبان ليه والو. فبدا تيتكلم هذا العالم مع هذيك المومياء، وواحد جنبو تيسمع اش قال هذاك العالم لهذيك المومياء. قال لي راه تعلمت فرعون منك 10 ديال الحكام من القصه ديالك. انا نشوف هذه الحكم هذه باش نعتبر بها حنايا. الحكمه الاولانيه قال لي تعلمت من القصه ديالك ان القدر ديال الله نافذ لا محاله. ذبحتي الالاف ديال الاطفال ديال بني اسرائيل باش ما يجيش موسى عليه السلام، وحيد جا ربيتيه في القصر ديالك فلا يغني حذر من قدر واذا جاء القدر عمي البصر. الحكمه الثانيه من القصه ديالك تعلمت ان القلوب بيد الله عز وجل ماشي بيد الناس، فحيت حرمتي موسى من القلب ديال امه رقق الله سبحانه وتعالى عليه القلب ديال مرتك انت، فاردت ان تحرمه الام ديالو فاعطاه الله عز وجل فوق الام ديالو ام اخرى. الحكمه الثالثه من القصه ديالك تعلمت انه ليس بامكان اي احد باش يخسر ويفسد شي واحد اخر، ففي القصر اللي كنت تقول فيه انت انا ربكم الاعلى كانت مرتك اسيا بنت مزاحم في الغرفه المجاوره تقول سبحان ربي الاعلى. الحكمة الرابعة من القصة ديالك تعلمت أن البيوت أسرار، وأن بإمكان امرأة كآسيا
ورجلها فرعون يعيشوا تحت سقف واحد رغم الاختلاف ديالهم، ورغم انه هو غريب عليها وهي غريبه عليه، لانه هو من دين وهي من دين. فالذي يجمع بين الزوجين ذات القلب لا ذات السقف. الحكمة الخامسة من القصة ديالك، تعلمت أن جيش بأكمله عاجز باش يرد واحد المؤمن على الإيمان ديالو، يخوفه ولا يرهبه. فلا السحرة رهبهم الجيش ديالك، ولا الماشيطة اللي كانت تنشط وتتقابل لك المرأة ديالك والبنت ديالك، أخافها زيتك المغلى الذي ألقيتها فيه. الحكمة السادسة من القصة ديالك، تعلمت أن الدم لا يصير ماء، وأن الأخت صغيرة عودت خوها موسى لمو حيث قالت لهذوك، وهي تبعات حتى فين مشى هذاك الصندوق ديال خوها اللي مشى في الواد، هل أدلكم؟ وأن أخ اللي هو سيدنا موسى كان نبيل في الأخلاق ديالو، إلى درجة أنه ما تحرش باش يعترف قدام الخوه أنه أفصح منه لسانا اللي هو هارون. الحكمة السابعة من القصة ديالك، تعلمت أن العبيد هما اللي تيصنعوا الجلادين ديالهم بيديهم، وأنه ما يمكنش باش شي واحد يطلع فوق منك إذا ما كنتيش أنت حددتي ليه الظهر ديالك باش يركب. الحكمة الثامنة من القصة ديالك، تعلمت أن الله إذا أراد أن ينصر عبدا نصره ولو بعصا اللي ما كانت عندها حتى شي قيمة. اش كان تيدير بها سيدنا موسى ديك العصا عليه السلام؟ كان تيتوكى عليها وتيهش بها على الغنم ديالو، ولكن بغى سيد ربي بهذيك العصا اللي ما عندها حتى شي قيمه باش يهزم عبد في عقر الجيش ديالو ويهزمو بعصا وحده. الحكمه التاسعه، وهو من القصه ديالك، تعلمت ان كل من في الارض اسباب تجري على الناس ولكن ما تجريش على سيد ربي سبحانه وتعالى، فهو مسبب الاسباب. وان النهر من المفترض باش يغرق هذاك الوليد اللي هو سيدنا موسى عليه السلام اللي لحت امه تمايا في هذاك الواد، ولكن ولا الواد لانه سبب والمسبب هو الله، ولا هو فاكتور، ولا هو ساعي بريد تيحمل هذيك الكليه اللي هي هذاك الصنيدق اللي فيه سيدنا موسى عليه السلام وهو رضيع، هو باقي عاد جاني عاد خرج من بطن امه. فالبحر اللي هو معروف تيدوزو فوق من السفن، ولا بالقدرة ديال سيد ربي مسبب الأسباب تيمشيو في اليابسة ديال الأقدام ولا طريق يابسة. الحكمة العاشرة اللي استفدت من القصة ديالك، هذا العالم تيخاطب المومياء تيخاطب الجسد ديال فرعون، قال لي من القصة ديالك تعلمت أن كل ما في الأرض جند من جنود الله عز وجل، وأنه سبحانه هو من يختار السلاح ديال المعركة، وأنك حين جيتي بالجيش ديالك العارمرم كان قد سيد ربي على باش يرسل حتى هو واحد الجيش بحاله، ولكنك أنت يا فرعون أهون على الله من هذا، فأهلكك بالماء اللي جعلتي من اللي جعل الله من الماء كل شيء حي، موتك انت بالماء. فسبحان الله الواحد القهار، هذه القدره ديال الله عز وجل. كان تيقول وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه، هذه قدره الله تعالى النافذه في اداره هذا الكون العظيم في زمان موسى عليه السلام وفرعون وفي زماننا وفي كل زمان. فليعتبر الطغاة، فالله حليم حتى إنه بحلمه يعتقد المتجبر أنه ليس هناك إله، ولكنه سبحانه وتعالى حليم. فإياك أن تغتر أيها الظالم بحلم الله عز وجل، فهو منتقم وجبار، فإذا أخذ عزيز مقتدر. هذه بعض العبار اللي ناخذوا من عاشوراء، ماشي غير صيام ولعاب وفاكهه وداكشي هذا، خصنا حنا في الزمان دابا ديال الطغاة المتجبرين في العالم اللي تيلعبوا بالارواح ديال الناس، خصنا نذكرهم بهذه الحقائق هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.